السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام. الله يا باشمهندس. الناس كلها طيب. ممكن الناس تفتح المايك بس لمدة دقيقتين عشان ندردش كده في أول الجافا سكريبت. المايك هو مين الهوست هنا؟ مش انا الهوست، سينيور هو الهوست. طيب اللي عنده مايك ممكن يشغله يا شباب. يا باشمهندس، هي المحاضرات مش بتتسجل؟ بتسجل طب المحاضرة اللي فاتت دي الوحيدة اللي محضرتهاش ومش لاقيها خالص ومحدش رفعها. باشمهندس، انا جلاء لسه رفعها تقريبا امبارح او النهارده الصبح وعلى ميديا فاير. تمام. وهتلاقي الباشمهندسة آية رفعها. بص، هي الباشمهندسة آية بترفعها على اليوتيوب، على باشمهندس هي ايه؟ مرفوعة. ما رفعتهاش يا باشمهندس. كان عندها مشكلة وما عرفتش ترفعها يا باشمهندس. انت بس اكتب سينيور ستيبس على القناة بس بتاعتهم كده، هتلاقي هنا اللهم صل على الله الجروب بتاعكم، هتلاقيه هنا كده ان شاء الله مرفوع. يعني جروب كام؟ 35، أربعة في واحد، يا إما 35 يا إما هي 35. إيه؟ 35. 35. أيوة دي. تمام. بس المحاضرة ما نزلتش عليها. آخر محاضرة ما نزلتش؟ ما نزلتش. طيب آخر حاجة اللي بتسلبه. البوتستراب اللي احنا شرحناه. احنا ماشي، ده اللي قبلها. يا صح، تمام، مظبوط، تمام، خلاص. طيب بس يعني المحاضرات بتترفع كل اول باول، يعني اكيد اخر محاضره بس. طيب ريكورد بريميشن. طيب الهوست بس هنشوفه مين. بسم الله الرحمن الرحيم. الهوست ممكن يدي الناس بريميشن بعد اذنه. كده مين الهوست؟ انا الهوست صح؟ انت الهوست. كده انت الهوست يا باشمهندس. طب حد عنده النت كويس؟ لاي انت عندك النت كويس؟ انا شغال موبايل. معانا اصلا؟ انا مع الموبايل بس. انا عايز ادي الحاجة هو اللي يتابع الموضوع ده. مشكلة. مين اللي كان عايز برميشن؟ محمود يا باشمهندس. مين اللي عايز يسجل مع الاذن؟ محمود صلاح. مين؟ محمود. محمود صلاح. محمود صلاح. هنلاقي ريكورد. لا اي هنا مفيش. هنلاقي ريكورد. محمود ياسر مفيش. هنلاقي ريكورد. كلكم موبايلات. علي. باشمهندس علي. الموبايل برضو. سام عندك اكسس. كل الناس عندها اكسس للريكورد. مهندسة سمية من الموبايل برضو. طيب كده كله تمام. طيب تعالى نبدأ بسم الله. وقلنا المرة اللي فاتت هنبدأ عظيمة، العظمة لله وعده، بس حاجة عظيمة في شغلها، يعني حاجة اسمها جافا سكريبت. طيب كم واحد من الناس اللي معايا دي كتب كود جافا سكريبت، حتى لو كود بسيط، اللي كتب كود جافا سكريبت؟ أنا بس. اللي ما عندوش مايك شغال ممكن يكتب في الشات وأنا متابع الشات، خلاص؟ عشان أعرف إيه النقطة اللي هنبدأ بيها. إحنا كده كده هنبدأ من نقطة الزيرو، ولكن على حسب الناس الموجودة هنبدأ إيه؟ نحاكي الناس.
لؤي بيقول انا اللي كتبت كود جافا سكريبت او حد تاني قال انا كتبت. حد تاني اي كود مش لازم كود كبير، ولكن على الاقل ان هو عارف لغه برمجه بسيطه كده. افهم الناس اللي معايا دي كلها ولا واحد كتب كود جافا سكريبت؟ انا يا باشمهندس كتبت. مين؟ محمد عبد الحميد. لؤي. مين تاني غير لؤي؟ محمد عبد الحميد. تمام. حد تاني شباب؟ محمد عبد الحميد. انا ماشي بسم الله. طيب تعال بص كده للصوره بسيطه خالص توضح لك احنا عايزين ناخد ايه وهتفيدنا في ايه. دايما 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 قبل ما تتعلم اي حاجه شوف هي هتوصلك لايه. لو ما وصلتلكش حاجه فانت ما تتعلمهاش افضل يعني. فانا اجي هنا كده وادخل على السينيور، سينيور ستيبس، افتح لك الصوره بسيطه خالص كده. مش عارف هي دي انا موجوده فين. هي في التاسك. صوره كده جبتها حد رافعها فعجبتني، فكل ما اجي عشان عجبها سكريبت ببدا افتحها للناس. تمام. بص للصوره وقول لي انت فهمت ايه. جافا سكريبت يقول لك هل تعلم، وبعد كده قال لك معلومات ايه. تمام. كل بص للصوره ويفهم من الصوره دي ايه. دي المواقع اللي بنخش عليها. بس يعني اليوتيوب استخدم جافا سكريبت، وجوجل برضو استخدم جافا سكريبت، صح؟ يعني كل المواقع دي استخدمت جافا سكريبت. ان عندنا كل المواقع واشهر المواقع امازون، مايكروسوفت، ويكيبيديا، جوجل، يوتيوب، حتى الموقع اللي انت عايز تعمله هيكون محتوى على جافا سكريبت. يعني جافا سكريبت لا غنى عنها في اي موقع. تمام. لو انت عايز مثلا تعمل عمليه النوتيفيكيشن لما يجي لك مثلا مسج مثلا على الفيسبوك فبتبدا تظهر بالشكل ده، فتظهر من غير ما تعمل ريفريش، فده جافا سكريبت. عايز تعمل الكود يتنفذ ويروح للسيرفر بدون ما يحصل ريفريش للصفحه، ده جافا سكريبت. عايز تكتب كود نظيف وكويس ويعمل لك شغل كويس، كل ما هو بيبهرك في اي موقع تيقن يقينا ان هو جافا سكريبت. فالجافا سكريبت مش هتلاقي موقع من المواقع 99% من المواقع هتلاقيها هي عباره عن جافا سكريبت او فيها جزء كبير من الجافا سكريبت. حتى لما حبيت تعمل النافيجيشن، فين يا باشمهندسه؟ في حد بعت لي بيقول لي عايز اكسس بيرميشن. اسماء باشمهندسه، اسماء محمد، اسماء محمد، انت خرجت ولا ايه؟ ماشي، خدت الاكسس. فهتلاقي نفسك انت بتكتب كود جافا سكريبت كويس. لو حبيت كمان تعمل حاجه كالكوليشن ما تاخدش سرعه وما تاخدش وقت، بدل ما تروح تكتبها بالبي اتش بي او تكتبها بالسي شارب، هتلاقي نفسك انت بتكتب كود ايه؟ جافا سكريبت. هتلاقي كل ما هو مطلوب منك انت بتبدا تسيرش عليه كيف اتكتب بالجافا سكريبت الاول قبل ما تفكر في السي شارب والبي اتش بي. لو انت حبيت تعمل اي حركه في السي اس اس بتبهر او تحسن الشكل بتاعك، هتلاقي نفسك انت فعلا فعلا بتفكر بالجافا سكريبت. يعني حضرتك اللي انت خدته في الجزء اللي فات ده كله، الجزء اللي فات ده كله بقى لنا مثلا 15 محاضره او كام محاضره، تعال نشوف احنا بقى لنا كام محاضره، ده جزء على بعضه تركنه وتبدا جزء الجافا سكريبت ده كوم تاني لوحده او جزء تاني لوحده. فانتوا جروب 21 2 المحاضره رقم 13 ليكتشر 13. ال 12 محاضره اللي فاتوا دول يعني بالنسبه للجافا سكريبت جزء بسيط جدا من الجافا سكريبت. يعني يعني الجافا سكريبت ده حاجه لوحدها كده تحطها في جنب كده. حتى لما يجي ناخد جزء الباك اند مش هيكون في عظمه زي الجافا سكريبت ان شاء الله يعني. تمام. طيب الجافا سكريبت اصبحت من اشهر اللغات اللي موجوده، على الرغم ان في لغات كتيره جدا. تمام. يعني في لغات لو احنا هنتكلم عن الجافا سكريبت هتلاقيها قدام بنتكلم ونقول انها كلاينت سايد. انا عارف يعني ايه كلاينت سايد بس سيبها دلوقتي.
ولكن لو احنا بصينا على اللغات اللي موجوده هتلاقي في لغه زي السي شارب، في لغه زي البي اتش بي ان شاء الله ناخدها، في لغه زي الروبي، في لغه زي كذا زي البايثون زي كذا، مئات والاف من اللغات البرمجه. احنا عندنا الجافا سكريبت لغه من احدث اللغات الموجوده، يعني هتلاقي البي اتش بي احدث اقدم من الجافا سكريبت بكثير، هتلاقي لغه الجافا نفسها وليس الجافا سكريبت اقدم من الجافا سكريبت. اللي لو احنا بصينا وكتبنا في جوجل ايه الريت، ما اقدرش اقول ايه اللغه القويه ولكن اقول الريت لانجوج بروجرامينج، انا عايز اكتب بروجرامينج ان مثلا 2019 اور 2018. يعني انت لو كتبت كده ايه الريت بتاع اللغات، فهتلاقي ان لغه الجافا سكريبت مرقمه من التصنيف الاوائل، يعني مش اول لغه ولكن من الاوائل. يعني مثلا تلاقي في اول 3 4 الجافا سكريبت محطوطه كده، على الرغم ان الجافا سكريبت هي ظهرت مؤخرا، يعني مش 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 اقدم لغه موجوده. يعني ثانيا ان الجافا سكريبت اصلا كلاينت سايد، هتعرف يعني ايه كلاينت سايد، يعني هي اصلا لغه برمجيه بتعتمد على البراوزر فقط، لكن اللغات الكبيره والعظيمه اللي انا كتبتها دي هي لغات سيرفر سايد. يعني ايه برضه كلاينت سايد؟ يعني مثلا تقدر تقول ايه ان هي حاجه بتتنفذ على البراوزر، على المتصفح بتاعنا ده، ونفهم يعني ايه متصفح ويعني ايه كومبايلر ويعني ايه الكلام ده كله. ولكن بص بالنسبه ليك انا عايز بس اقول لك ان هي لغه مش بنفس قوه ده كله، ولكن هي وصلت ان هي تعديهم في الريت. في الريت يعني ايه؟ في القوه بتاعتها. حد يقول لي طب يا باشمهندس هو اللغه دي احسن ولا اللغه دي احسن ولا دي اللغه احسن ولا اللغة. انا بقول لك اي لغه برمجه ما فيش حاجه اسمها احسن او وحش، ولكن في لغه اشهر ولغه مش مشهوره. يعني احنا كلنا نسمع لغه البي اتش بي، ولكن في لغه مثلا، ولكن قلت لك ان في لغه اسمها مثلا اف شارب، دي لغه موجوده والناس بتستخدمها وناس كتير جدا بتستخدمها. في لغات كتيره جدا موجوده ولكن الناس اللي بيستخدموها هم بس اللي عارفينها، تمام. لكن لما اقول لك لغه زي البي اتش بي، تلاقي حتى اللي ما استخدمش البي اتش بي هو سمع عن قبل كده عن لغه اسمها بي اتش بي. تلاقي اللي ما استخدمش حتى السي شارب هو عارف ان في لغه اسمها سي شارب، فدي لغه مشهوره، تمام. طب بكده يا باشمهندس اللغه دي اقوى في اللغه من اللغه دي؟ لا، ما فيهاش اقوى ولا حاجه، ولكن نقدر نقول ايه نسبه القوه بتاعت اللغه او الريت بتاع اللغه بيتحدد من حاجتين. انا من وجهه نظري بيتحدد من حاجتين. الحاجه الاولانيه عدد مستخدمي اللغه، عدد مستخدمي اللغه. كل ما زاد مستخدمي اللغه كل ما زاد ريت وليس قوه اللغه. زي ما النهارده بقول لك ايه، ان النهارده فاتحين مثلا محل مثلا بيبيع اجهزه كمبيوتر، بس نوع الاجهزه الكمبيوتر اللي احنا بنبيعه ده مش موجود في مصر. فلما حد اشترى منا، هو اشترى وبقى عنده الجهاز ده بقى له 5 سنين او عندنا اللي احنا بنبيعها دي، رغم ان هي كويسه كده، ان ملهاش مثلا لو حاجه باظت حد تساله تقول له هو ازاي اصلحها. فزميلك ده لما تيجي تقول له انا عايز اشتري لابتوب، ما يرضاش يرشح لك اللابتوب اللي معاه. تقول له ليه؟ هو باظ منك؟ ويقول لك لا ما باظ مني ولا حاجه، هو موجود وتمام وكل حاجه. بس هو بيقول لك ايه بعد بس دي؟ يقول لك ايه؟ لو انت باظ منك او حبيت تعمل له قطع غيار مش هتلاقي ايه؟ حد يعمل لك قطع غيار. كذلك هنا اللغات دي بيقول لك ايه؟ استخدم البي اتش بي عشان الناس كثيره جدا مستخدمه البي اتش بي. مشكله في الويب سايت بتاعك او مشكله في الموقع ده، هتلاقي ناس بترد عليك. فمستخدمي اللغه بيبدا يزود الريت بتاع اللغه نفسها. تاني حاجه اللغه برضو بتزيد على حسب الفريم ورك واللايبرري واند اللايبرري اللي بتوفرها اللغه دي. زي بقول لك مثلا السي اس اس، السي اس اس دي
حاجة عظيمة جدا لأن لها لايبرري موجودة كتير. تروح تقول لي إيه اللايبرري الموجودة؟ تروح تقول لي البوت ستراب، تروح تقول لي الماترلايز، الكيب تو، كذا 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 كذا. فكل ما زادت اللايبرري دي الفريم ورك كل ما زودت مستخدمي اللغه دي. لان النهارده لما واحد يروح يتعلم سي اس اس يلاقيها صعبه فيقول طب خلاص انا هكتفي في البيزك بتاع السي اس اس بس اتعلم بوتستراب. وتلاقي مثلا 2 مليون واحد متعلمين بوتستراب و2 مليون واحد متعلمين ماترلايز و2 مليون واحد متعلمين اليو اي كيبتد مثلا و2 واحد يو اي مش عارف كذا. فاللايبرري دي بدات تزود المستخدمين وبدات ايه تزود عدد الناس اللي بتستخدم فاصبح الريت بتاع اللغه دي قويه جدا اللي هي سي اس اس. احنا كذلك بقى اكتر فريم ورك موجوده حاليا هي موجوده باستخدام لغه جي اس او قائمه على الجافا سكريبت. زي ايه؟ زي حاجه جميله جدا هناخدها اللايبرري الجميله جدا اسمها جيكويري، زي الفريم ورك العظيمه اللي اسمها انجلر، تمام، زي الفريم ورك العظيمه التي لا تقل عظمة عن الانجلر اللي اسمها يو جي اس، زي رياكت، زي وزي وزي وزي. دي كلها فريم ورك، مئات من الفريم ورك قايمه عن مين؟ عن الجافا سكريبت. فكل ما زادت قوه اللايبرري دي والفريم ورك وكل ما ينزل فيرجن او تحديث من الفريم ورك دي او اللايبرري دي بدا يزود قوه في مين؟ في الجافا سكريبت. وكل يوم بينزل جديد 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 في مين؟ في الجافا سكريبت، حتى بداوا ان هم يحتمدوا على اللانجوج بتاع الجافا سكريبت في الباك اند كلغه سيرفر سايد، وبداوا ان هم يحتمدوا في الكونسيبت بتاع الجافا سكريبت في حاجه اسمها نود جي اس. حد بيكتب في الشات حاجه؟ هي مش لايبر ولكن لغه. بريميشن للريكورد اللاو ريكورد محمد علي محمد ماشي محمد ماشي يا محمد فين محمد محمد ماشي ماشي. بس ده كل اللي كنت عايز ابداه قبل ما اشرح يعني ايه جافا سكريبت. طيب ده كده الحاجات البسيطه بتاعت جافا سكريبت. تقول لك ان لو انت اتعلمت جافا سكريبت فعلا فعلا هتبقى عندك قوه في السي في في جافا سكريبت. باشمهندس الجافا سكريبت دي ايه اصلا؟ الجافا سكريبت نقدر نقول عليها هي بروجرامنج او اللغه هنكتبها بروجرامنج لانجوج. مش فاهم يعني ايه يا باشمهندس؟ ما احنا خدنا المرات اللي فاتت سي اس اس وخدنا اتش تي ام ال. احنا لو قلنا ان الاتش تي ام ال ما نقدرش نقول عليها لغه برمجه، يعني ايه ما نقدرش نقول عليها لغه برمجه؟ ان الاتش تي ام ال ما يحصلش فيها زي لغات البرمجه. وهنشوف لغات البرمجه بيحصل فيها ايه. يعني الاتش تي ام ال انا قلت له 1 بلس 1 ال HTML هيرد عليا ويقول لي الشكل بتاعه 1 بلس 1. ما بيحصلش اي بروسيس للداتا. لكن هنا عندنا في اي لغه برمجه زي الجافا سكريبت لما تروح تقول له 1 بلس 1 يروح يرد عليك يقول لك 2. اعمل ايه؟ عطيت له البيانات بدا يحصل له عمليه بروسيس وبدا يطلع لك الاوتبوت. هنفهم الكلام ده تمام؟ تقدر من خلاله مثلا تحسب راتب الموظف وتخصم منه الضرائب، تخصم منه كذا، تسجل بيانات واحتفظ بيها، هكذا هكذا. دي كلها لغات ايه؟ البرمجه. طيب الجافا سكريبت هي لغه برمجه. طيب نقدر نقول عليها بروجرامنج لانجوج. هنفهم يعني ايه بروجرامنج لانجوج. طيب هو انا لو اتعلمتها يا باشمهندس اقدر اتعلم اي لغه ثانيه؟ اقول لك فعلا لو انت اتعلمت جافا سكريبت انت كده البيزك بتاع الجافا سكريبت هو نفس البيزك بتاع كل لغات البرمجه اللي انا كتبتها تحديدا. يعني لو حضرتكم فيكم حد كتب سي بلس بلس، سي شارب، بي اتش بي، روبي، حتى لو بشكل بسيط خالص هو معانا في الحسبان ان هو بقى عنده بيزك بروجرامنج.
تمام؟ فهتلاقي لو حد كتب فيك لغه من دي من دول هو فعلا عنده البيزك بتاع اي واحده فيهم، لان هم كلهم بروجرامنج لانج. طيب انا مش مهندس، ليه كم واحد صاحبي، ليه كم واحد صاحبي، اصحابي دول لما كلمتهم وقلت لهم انتوا شغالين، قال لك اه شغالين وشغالين في شركات محترمه، بس قالوا لنا حاجه مهمه جدا، قالوا لنا ان احنا بنكره حاجه اسمها جافا سكريبت، او مش هقول بنكره، بنستصعب حاجه اسمها جافا سكريبت، فعشان كده ركنتها ومش بذاكرها ومش عارف فيها حاجه، نسبه اللي انا اعرفه فيها 1% او 10% منها. فتلاقي معظم الديفلوبر، والديفلوبر الكبيره جدا كمان واللي عندها اكسبيرينس مثلا 5 سنين واربع سنين وثلاث سنين، وممكن كمان اللي عنده سنتين واللي لسه بيتعلم بروجرامنج، بيبدا لما يجي يتعلم الجافا سكريبت هو مش راضي عن نفسه في الجافا سكريبت، ولما يجي يتعلم لغه ثانيه غير الجافا سكريبت بيبقى مبسوط بيها جدا. يعني انا لو قلت له روح اتعلم بي اتش بي، روح اتعلم سي شارب، اللي بسرعه جدا بيفهم السي شارب، بسرعه بيفهم بي اتش بي، ولكن عشان يتعلم جافا سكريبت ده بيستنفذ منه وقت كتير، واحيانا كتير جدا 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 ما بيكملش اصلا. ده بيرجع لعاملين اساسيين. العامل الاولاني يا شباب ان الجافا سكريبت هي لغه مش صعبه، ولكن زي اي لغه، ولكن الفيد باك بتاع اللغه دي رخم على ناس كتير، فنشر الموضوع ده في دماغ الناس ان الجافا سكريبت صعبه، ان الجافا سكريبت رخمه، ان الجافا سكريبت من اللغات اللي هي صعبه تتعلم. فلو انت ليك زميل او حد في المجال اكيد سمعت الكلمه دي، حد ليه زمايل في الشغل وضح له اي فيدباك عن الجافا سكريبت من الناس اللي موجوده؟ اه انا يا باشمهندس. مين؟ سمعني يا ريس. هو انا سمعني عشان انا بحب اسمع الكلام. هو قفلني من اللغه الصراحه، يعني قال لي قفلك من غير ما تعرفها اصلا. من غير ما اعرفها، انا بادئ النهارده مستني اشوف هي ايه، عباره عن ايه، ايه اللي خلى يعني. طب علي صوتك بس معلش يا كبير عشان انا مش سامع. انا كده تمام؟ تمام كده. بس انا هو شغال باك اند اصلا دلوقتي في الشركه. بس انا قلت له، سالته على موضوع الجافا سكريبت وكده، وقال لي صراحه ما حبهاش، حس انها صعبه ورخمه، وقعد يديني عليها كلام كده قفلني منها الصراحه. فانا يعني انا بادئ النهارده السيشن مستني اشوف ايه الجافا سكريبت اللي الناس مثلا خايفه منها. مستني تشوف الرخامه بتاع الجافا سكريبت. بالظبط، عايز اعرف ليه الناس خايفه منها بالشكل ده. طيب حد سمع اي حاجه تاني فيدباك زي كده يا شباب؟ يعني اللي سمع يعني. انا سمعت يا باشمهندس بس ما احطش في دماغي. انت سمعت ايه بقى؟ سمعنا اللي انت سمعته عشان نشيله من دماغ الناس. ولقيت برضه اصحابي قالوا الجافا دي تقيله وما تدخلش فيها والكلام ده، مش لاقي يعني. قالوا لي بلاش الجافا وانت في الويب. بس انا عادي يعني. انت ما بتسمعش الكلام ليه يا ريس؟ لا اسمع، انا قدام حاطط حاجه في دماغي خلاص، ما يهمنيش صعبه او سهله. طيب حد ده اتنين كده، حد سمع الكلام ده تاني يا شباب؟ اللي ما سمعش ده كويس عشان لما يجي يسمع يبقى شكروا ايه؟ وانا اعرف حد شكر لي فيها، قال لي ممكن صعبه شويه بس حلوه. طب ما هو ده احنا اللي بدانا فيه ووضحنا الصوره دي، احنا فعلا احنا الكلام اللي احنا قلناه ده كله يحببك فيها، يعني ده كله بيحبب، بس في جزء تاني على الرغم ان هو بيحبب، في جزء تاني ايه؟ بيحبطك، ان هو بيقول لك لا ما تخشش، انا حاولت وفشلت. فتيجي انت ابن امبارح تحاول، ما تحاولش يا عم، ما تسمع الكلام بقى. بالظبط. يعني انا بقالي سنتين بشتغل فيها جافا سكريبت ومش عارف اعمل فيها حاجه. فتيجي انت لسه متعلم واخد كورس بكلام فاضي هتتعلم جافا سكريبت، فهو بيجي يعمل كده. وفي ناس تقعد تقول لك، وفعلا تلاقي الناس دي خبره سنه وسنتين وشغالين في شركات محترمه محترمه محترمه، وبياخد راتب كويس جدا جدا. طيب. لا في حد تاني سامع يا شباب؟ ولا الثلاثة دول بس؟ هو في واحد كويس اللي قال لك هي صعبة شوية بس اتعلمها، ده كويس، على عكس اللي قال لك ما تخشش خالص ده. تمام؟ هو في واحد قال لي لو اتمكنت منها بصراحة هتعمل حاجات عمرك ممكن تتخيل ان انت ممكن تعملها بجافا سكريبت. ده حد فعلا عظيم ان هو بيوضح لك حاجة زي كده. طبعا يا شباب لازم عايز ريكورد بعد اذنك يا باشمهندس. انت عايز ريكورد؟ انت لقيت الكلام مهم فقلت عايز ريكورد. ماشي. لا انا كاتب من بدري صدق والله. طبعا
طيب فين انت؟ فين مينا؟ ماشي يا مينا، انت بتيجي متاخر يا مينا وده مشكله. لا موجود، موجود من بدري صدق. طيب سمعت حاجه عن الجافا سكريبت يا ريس؟ انا اشتغلت بيها شويه بس كان الايرور عندي رهيب. يعني الايرور عندك رهيب مش فاهمه. يعني كنت بشتغل فيها ايرور ما بتفهمش. كنت بشتغل بيها بس كان بيبقى في ايرور كتير في الكود يعني. تمام. والناس ما شاء الله اللي كانت زعلانه من كلمه باك جراوند ريكورد يا حسين. هو مين يمسك الهوست ده بقى؟ عشان بص ايه، انا هدي لمينا، خد يا مينا الهوست ده، اي حد يقول لك عايز ريكورد تدي له ريكورد بقى، ميك هوست عليك. يلا يا مينا عشان انت موجود من بدري، بس ادي لحسين بقى اللي مش. الايرور بتاعها مش مفهوم. الناس اللي كانت زعلانه من السي اس اس وبتقول السي اس اس صعبه، احب اقول لها انت لما تخش محاضرتين او ثلاث محاضرات في الجافا سكريبت، انت نفسك اللي كنت شايف ان السي اس اس صعبه، فعلا فعلا انت هترجع للسي اس اس هتلاقيها تافهه جدا. ايه ده؟ المرحله بتاع السي اس اس دي مرحله سهله جدا، زي الناس اللي كانت معايا في الاتش تي ام ال كانوا حاسين الموضوع صعب في الاتش تي ام ال. اول ما بدانا ناخد في السي اس اس شويه، ايه ده، ده الاتش تي ام ال سهله يا باشمهندس. ليه بقى؟ اللي احنا بدانا نكتب كود اتش تي ام ال جوه السي اس اس اصلا، بقينا نشوف الاتش تي ام ال اصلا جوه سي اس اس، فاصبح انت بقيت بتستخدم الاتش تي ام ال باشكال بحركات بكذا كذا. فلما تيجي تبص للاتش تي ام ال بشكله البسيط، بسيط جدا، انت كذلك هنا هيحصل كده. احنا هنكتب كود جافا سكريبت وهنكتب كود سي اس اس معانا، فلما تلاقي السي اس اس بيتكتب جوه حاجات كتيره تاني، فتلاقي ان السي اس اس لما كان لوحده كده لطيف، لما ابدا ادخله في حاجه تانيه، ايه ده، ده انا ارجع للسي اس اس كده حاجه عظيمه كده، حاجه بسيطه كده. وهتحس ان الجافا سكريبت في المرحله اللي احنا فيها دي هي مرحله صعبه جدا بالنسبه لنا، ولكن لما نبدا نخلص الجي اس ونبدا نتعلم فريم ورك تساعدنا في الجي اس، زي مثلا لما كتبنا كود سي اس اس كتير ورحنا بعد كده لقينا حاجه اسمها بوت ستراب، هتحس ان فعلا ان انا مش محتاج ان انا اكون 100% في السي اس اس، ولكن محتاج ان اتعلم البيزك بتاع السي اس اس بشكل محترم علشان ابدا استخدم الفريم ورك العظيمه اللي اسمها بوت ستراب عشان تريحني في السي اس اس. احنا كذلك كده لما نيجي نكتب هنا جي اس، احنا مش شرط نكون متمكنين 100%، ولكن انت لو متمكن 100% مش مشكله، يعني ده حاجه بتزيد منك وبتعلي من قدراتك ان انت تشتغل وتعدل في الكود وهكذا وهكذا. بس انت لو انت وصلت لاي نسبه من النسب، يعني كلنا بدون استثناء وصلنا لنسب مختلفه في السي اس اس، بس لما رحنا نتعلم بوتستراب لقينا ان احنا كل ما زادت النسب دي كل ما كنت شاطر في البوتستراب. طب الناس هتستخدم ايه؟ هتشتغل سي اس اس ولا بتشتغل في البوتستراب؟ فعليا الناس بتستخدم فريم ورك علشان تبني ويب سايت. احنا كذلك نفس الفكره ونفس الماده، احنا هنتعلم جي اس من الاول خالص. كل ما زادت النسبه دي كل ما زادت قوه استخدامك للفريم ورك. هو النت قطع عند باشمهندس تقريبا ولا تقريبا ممكن في حاجه في المايك؟ افتكرته قطع عندي. لا كده فصل خالص. دي بركات الجافا سكريبت دي ولا ايه بقى؟ يا رجاله هو البتاع فصل منين؟ من امتى؟ الجافا سكريبت. لقيت نفسي بشرح و الجافا سكريبت بركاتها حلت. ام الجافا سكريبت بركاتها حلت.
يعني ما سمحتوش. قلت انا كده اخر حاجه لو قعدت حوالي تقريبا دقيقه كده مش مشكله. المهم ان احنا هنلاقي في المورك، فانت اي نسبه من الجي اس هنا هتوصلك لنسبه حلوه. تاني حاجه، تاني حاجه انسى اي كلام اتقال عن الجافا سكريبت، اي كلام قال لك عن الجافا سكريبت انسى خالص، لان ده بيعطلك بيديك طاقه سلبيه انك تتعلم جافا سكريبت اصلا. مهندس انا وحش في السي اس اس شويه، نسبتي في السي اس اس 20% 40% بس، ده ولا له علاقه بال، احنا عايزين بس ايه بيزك سي اس اس، احنا عايزين البيزك بتاع السي اس اس. يعني انت حتى لو مش شاطر سي اس اس مش محتاجين الشطاره بتاع السي اس، احنا محتاجين البيزك بتاع السي اس اس. انت بتكتب سي اس اس حتى لو بسيط، فانت استخدامك لجافا سكريبت تنسى كل الكلام اللي اتقال لك عن الجافا سكريبت. تبقى حتى لو بيزك اتش تي ام ال وبيزك سي اس اس انت معانا، ان احنا نشوف المتطلبات دلوقتي بتاع الجافا سكريبت. طيب انا حاجه الجافا سكريبت انا مش هقدر اقول لك ان هي سهله، هي مش صعبه ولكن مش سهله بشكل اللي انت فاهمه. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني هي لغه زي بي اتش بي، بالعكس هي ممكن تعلمها يكون زي البي اتش بي، نفس الكونسيبت نفس كل حاجه، اكنك بتعلم سي شارب، اكنك بتعلم بايثون، اكنك بتعلم روبي، اكنك بتعلم سي بلس بلس، اي لغه من دول كده اكنك بتعلمهم. تمام، بس الجافا سكريبت فيها نقطه زياده بس، ان انت بتحتاج تتعلم اللوجيك يعني اللغه نفسها، بلس هتتعلم حاجه اسمها دوم، ما ان انت بتحتاج ترسم الحاجات جوه البراوزر. طبعا مش فاهم، انت طبعا اول مره تسمع اي لغه برمجه دلوقتي، فانت مش فاهم يعني لوجيك ومش فاهم يعني دوم من حاجة. بس انا عايز اقول لك ان هم كل لغات البرمجه دي هي فيها دي الجزء ده، ده اللوجيك فيها لوجيك بس، هنا لوجيك بس، هنا لوجيك بس، هنا بقى فيها جزئين لوجيك زي اي لغه بلس الدوم، نتعلم ترسم الحاجات دي جوه الدوم. فعلشان الجزئيه اللي زادت في الجافا سكريبت دي، فانت محتاج تتعلم اللوجيك ومحتاج ترسم الحاجات اللوجيك اللي انت عملته ده جوه الدوم. فالناس عشان بتتعلم حاجتين فاستصعبوا الموضوع. طب احنا هنعمل ايه بقى يا باشمهندس معاك؟ احنا هنعمل حركه جميله جدا، احنا هنشيل الدوم من دماغنا دلوقتي وهنتعلم اللوجيك بتاع اي لغه برمجه. فانت هتحب لغه الجافا سكريبت زي اي لغه برمجه وتتعلمها زي اي لغه من اللغات دي عاديه خالص، وهتحب الموضوع. وبعد كده بقى نفهم بيزك اللوجيك والحاجات بتاع اي لغه برمجه، نبدا نحط معانا ايه؟ نفهم الدم مع بعض. بعد ما نفهم الدم لوحده نبدا ندمج اللوجيك ده مع مين؟ مع الدم. اللوجيك مع الدم. فهتلاقي نفسك فعلا كده عديت من المرحله السيئه اللي انت كنت سامعها عن الجافا سكريبت من زميلك او من كذا او من كذا او من كذا او من خلال الفيديو اللي انا عملته النهارده. ما انت ممكن اصلا ما كنتش تعرف ان الجافا سكريبت اصلا الناس بتقول عليها صعبه، بس من كلامي معاك دلوقتي انت عرفت ان الجافا سكريبت الناس كلها بتقول عليها انها صعبه. طيب ولكن يا شباب فعلا فعلا في ناس كتيره جدا بتبدا تعطلك. يعني ايه؟ بيقول لك انا بقالي سنه مانيين بذاكر جافا سكريبت وما فهمتش منها حاجه. فانت سمعت الكلمه دي رحت قلت خلاص انا عشان ما اعطلش وقت نفسي بدل ما افضل سنه اتعلم وفي الاخر ما افهمش هدخل بقى على البيتش بي على طول. تمام، انت حرمت نفسك من لغه عظيمه جدا كانت توفر عليك كلام كتير حاجه زي الجافا سكريبت. بالعكس ده في شركات اصلا بتدور على حد يكون جافا سكريبت لو. يعني الناس كده متخصصين جافا سكريبت، هتلاقي دي اصلا لغه الوعد يعني فيلد الوعد ومجال الوعد مطلوب. ومعظم الديفلوبر الشاطرين والناس اللي هي الهاي في الديفلوبر في الديفلوب والكلام ده كله دايما بيكون ايه؟ متمتع بالجافا سكريبت. ليه؟ لان لو انت معاك جافا سكريبت انت فعلا بتعمل حاجات عظيمه، حاجات ما كنتش متخيل فعلا ان انت تقدر تعملها باي لغه ثانيه. لو انا فضلت امدح معاكم لحد ما اخلص الكورس عن الجافا سكريبت مش هنخلص. فعلشان كده يلا نخش بسرعه عن الجافا سكريبت، واعرف ان الجافا سكريبت هي لغه كبيره ولغه عظيمه معانا في الكونتنت بتاعنا.
انا يا باشمهندس وده لاول مره اقوله في اي جروب، علشان في جروب بدا ان هو يقول ان انا ما بجاتش وصلت 100% من الجافا سكريبت. يا شباب ما حدش بيوصل ل 100% من اي حاجه. انا شخصيا اللي انا بشرح لك الكورس اهو، انا ما بوصلش في اي حاجه من المجال اللي انا عطيته ده 100%، لان لو انا وصلت 100% كان كتير مننا وصل 100%. يبقى ادام ما وصلت ل 100% من حاجه، يبقى الحاجه دي ما فيهاش حاجه ثانيه، ما فيهاش تحديث ثاني، ما فيش فيرجن هينزل منها ثاني. بالعكس النهارده في جافا سكريبت بتنزل، في فيرجن بيبدا ينزل منها، في كذا في كذا في كذا، فكل يوم بنبدا نسيرش على يعني في حاجات بتجي قدامنا كلنا، نبقى تيم 10 ديفلوبر وكل واحد في خبره 10 سنين وخمس سنين وثمان سنين، وتلاقينا بنسيرش على جوجل هاو تو. ما حدش بيوصل ل 100% من الحاجه. فرجاء من الناس لازم تبقى عارفه النقطه دي، حتى مش لازم عشان الجافا سكريبت يعني من اول الكورس كده ما حدش بيوصل ل 100%. انت بتاخد ومفيش حد في الكورس فيه، ولكن بندي اكبر كم ممكن. طب يا باشمهندس يعني ايه؟ يعني مثلا حاجه زي البوتستراب، انا ما اعطيتش 100% من البوتستراب. احنا لو بدانا نشرح بوتستراب او سي اس اس عمرنا ما وصلنا للسي اس اس 100%. في حاجات كتيره جدا مش هحتاجها في السي اس اس، في حاجات كتيره جدا مش هحتاجها في الاتش تي ام ال، ولكن نقدر نقول ايه؟ احنا وصلنا لاكبر نسبه ممكن شرح في الكورس ده. فانا ممكن ال 100% دي ما توصلش ل 100%، ممكن توصل ان شاء الله ل 70% ل 60% ل 50% هكذا. انت لو انا شرحت 70% من الحاجه من اللغه نفسها، انت وارد جدا ما تفهمش ال 70% كامله، يعني ممكن اصلا تحصل من 70% 60%. انت مع الشغل ال 60% او مثلا ال 40% اللي انت فهمتهم دول، مع الشغل تبدا تلاقي نفسك بتزيد 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 لحد ان شاء الله بتوصل ل 90%، لان انت ما فيش حد هيقدر يوصل ل 100% في اي حاجه. طيب فرجاء الناس تبقى فاهمه الكلام ده كله. معتمده في الشغل سواء موجوده في الكونتنت بتاعنا او مش موجوده هبدا اشرحها لكم، انا مش هبخل عليك بمعلومه، ولكن شيل من فكره دماغك ان انا لازم افهم 100% من الحاجه. انت عشان تفهم 100% في حاجه ده مستحيل، تمام؟ مش في الجافا سكريبت بس، ده في اي لغه او في اي حاجه يعني ان شاء الله. طيب فانا هبدا على طول ديمو 2.html.html ونكتب الحاجات دي. طيب حد عنده اي مشكله في الكلام اللي انا قلته ده يا شباب؟ ده كلام نظري، كلام نظري احنا ما بنددش فيه اصلا، ما فيش اي حاجه. حتى لو حد لسه داخل المحاضره دلوقتي ما فيش اي مشكله في ده كله ولا الهوا، لسه هنبدا. في حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله يا استاذ؟ الجافا هي مختلفه. ايوه على صوت. الجافا هي مختلفه عن الجافا سكريبت، صح؟ هذيك وحده وهذيك وحده. الجافا دي لغه ودي لغه، بس مش مختلف. مش ايه لغه دي كلغه سيرفر سايد زي السي شارب زي البي اتش بي زي كذا زي كذا، لكن دي انا اعرف ضغط هي لغه بسيطه جدا وسهله برضو في التعلم زي اي لغه، هنبدا نعرفها دلوقتي، تمام؟ بس اعرف في دماغك ان هي لغه مختلفه. في جافا غير جافا، في حاجه اسمها جافا اي اس اي. جافا انا ما كتبتهاش اي اس اي باين، وانا مش عارف بيقول عليها جافا ايه، بس انا ما كتبتهاش يعني. جافا اس اي. حد كتب جافا قبل كده اصلا؟ جافا اس اي يا باشمهندس. جافا مش جافا سكريبت. يا ستاندر جافا اس اي. ايه؟ ستاندر اديشن اس اي. اس اي. جافا ايه؟ اس اي اس اي ستاندر اديشن. اس اي بس ايوه الله ينور عليك. ده في ناس كاتبه جافا. بصيت على جافا كده اس اي دي ونزلت الاي دي اي بتاعها وبدات اكتبها ما حبيتهاش، على الرغم ان اصحابي كلهم بيحبوها وبيشكروا فيها عادي جدا عادي يعني. بس انا لو بدات ان انا انزل الاي دي اي وفي اي حاجه عايز تتعمل بالجافا اس اي انا اعرف اعملها. ليه؟ لان انت عندك البيز بتاع البروجرامنج نفسه. بس مش قلت ما حبيتهاش عشان حاجه، ما حبيتهاش علشان انا مش محتاجها او مثلا ما بيجيليش شغل فيها كتير، فاللي هو ما حبيتهاش.
بس خلي بالك من اكبر اللغات كانت شهره وكانت واخده ريت الجافا، تمام؟ تمام. بس يمكن عشان انا بس ايه ما احتكتش بيها كتير، فايه فمش هعرف افيدك بمعلومات، لكن انا اقدر افيدك بايه، بحاجه زي السي شارب. يعني دي لغه من اللغات اللي انا متعلمها، افيدك في ايه، في لغه زي البي اتش بي. وانا لما رحت اتعلم بي اتش بي ولما اتعلم سي شارب، او لما كتبت كود سي شارب وكتبت كود بي اتش بي، ما حسيتش يعني ان انا بتنجل من لغه للغه، يعني ما فيش، يعني الدنيا واحد. لما كمان رحت هاكت كود جافا سكريبت، ما حسيتش يعني باي حاجه، موضوع واحد يعني، هنا هو هنا هو هنا. قد يكون في اللغتين دول سهل شويه، في الاثنين دول، في البي اتش بي والجافا سكريبت، تمام. بس يعني اللي عنده بيزك من ده كله هيبقى عنده البيزك ده، هيبقى عنده البيزك. طيب تعال نبدا بسم الله. السؤالين بيدعونا، السؤال الاول عشان نتعلم اي حاجه، السؤال الثاني عشان نتعلم اي حاجه. حد فاكر السؤالين اللي اتعلم بيهم اي حاجه؟ اي حاجه كده كنا بقول في سؤالين، حد فاكرهم؟ المتطلبات يا باشمهندس، لازم تسال نفسك سؤالين. المتطلبات والحاجه أيوة. اللي هنشتغل عليها. المتطلبات والإيديتور الريكويست بتاع الحاجه. ايه المتطلبات بتاع الايه؟ بتاع المحرر، تمام. المحرر. ثاني حاجه هوير رايت كود. حلو، هوير رايت كود فين نكتب الحاجه؟ من حسن حظكم ان احنا مش هنحتاج اي اديتور تاني. الفيجوال ستوديو ده الكود ده مش هتغيره، هتفضل مستخدمه حتى مع البي اتش بي، حتى مع لارافيل، حتى مع الانجلر، هو هيفضل معاك، هو ده اللي هيفضل معاك. والحمد لله بقى كلنا بنعرف نتعامل معاه ونشتغل فيه، فكويس ان احنا مش هنغير الاديتور. طيب برضه فين اكتب الكود برضه شويه؟ الجافا سكريبت عشان تكتبها البيكويزيتي، هو قال لك ايه؟ بيزك سي اس اس اند اتش تي ام ال. يعني عايزين البيزك بتاع الاتش تي ام ال، البيزك بتاع سي اس اس. فلو حضرتك موجود معاك البيزك بتاع الاتش تي ام ال، البيزك بتاع سي اس اس، فانت معانا. هو ايه رايت كود؟ هو ده اللي هنبدا منه. بيقول لك هتكتب الكود بتاع الجافا سكريبت في ثلاث اماكن زي السي اس اس بالظبط. يا نهار ابيض، ده كده تعلمك للسي اس اس بيريحك كتير جدا. نفس الثلاث اماكن، نفس شكلهم، نفس الستاندر بتاعهم، نفس كل حاجه. يقول لك ان انت هتكتب جافا سكريبت داخل التاج انتاج. هنشوف ازاي انتاج ده. النت بيفصل ولا يا شباب؟ النت بيفصل ولا ايه؟ انتوا سامعيني كويس؟ هو بيقطع كتير بس. بيقطع بس شويه يا باشمهندس. عارف النت مرمط. هو الصوت بيوصل متاخر عندكم ولا ايه؟ بيقطع، بيجي متقطع. الصوت بيوصل متقطع؟ يعني جاي هنا دلوقتي؟ ايه؟ طيب. ده ايه بقى؟ اجيب الكابل بقى. اجيب الكابل بقى عشان ينفع الكلام ده. حطيت الكابل ليه ما يشتغلش؟
هو المفروض مش الكابل يشتغل لوحده اكتر لوحده ولا ايه؟ ولازم افصل الشبكه؟